بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرش باي امازون وبرنت اون ديماند بشكل عام، يعني بنتكلم عن ميرش، عن اتسي، عن ريد بابل، عن تي سبرينج وهذه المنصات. وفي هذا الفيديو القصير انا حابب القي ضوء على شخص من اهم الاشخاص اللي انا حقيقة اتعلمت اسرار هذا المجال منه. هذا هو الشخص جريج جودفرايد. ده من الناس اللي انا تعلمت على ايديهم البرنت اون ديماند بشكل عام. واتذكر زمان انا كنت اشتريت الكورس بتاعه عن ميرش على يوديمي، فده من الناس اللي انا حقيقة اتعلمت منهم ومن الناس اللي فادوني جدا في نقاط كثيرة، منها موضوع كتابة الرسالة. وانا حتى اتكلمت داخل الكورس بتاعي لميرش بقى، اتكلمت عن الرسالة الخاصة بجريج جودفرايد ونصايحه لكتابة رسالة ناجحة. اذا ده اللي انا حابب اقوله في هذا الفيديو. شوفوا فيديوهات جريج، ولو انتم حاسين ان عندكم مشكلة في موضوع اللغة تقدروا تيجوا هنا مثلا على اي فيديو، وليكن هذا الفيديو، تيجينا على هذه العلامة وتضغط تختار سبتايتلز، وبعد كده تضغط على اوتو ترانسليت وتختار اللغة العربية، ويتكتب لك هنا اللي هو بيقوله بالعربي. لكن طبعا انا نوهت ان الترجمة بتكون ترجمة ماشين ترانسليشن او ترجمة آلية، فيعني بتفي بالغرض. في حاجات طبعا ما بيبقاش لها معنى دقيق لكن بتفي بالغرض. اذا دي الطريقة الاولى، اذا ما عندناش حجة ان القناة باللغة الانجليزية. رقم اتنين، نرجع لصفحته هنا على يوديمي. هنا جريج عنده اكتر من كورس مجاني، ده واحد منهم اهو. لو انا عملت لكم هنا زوم، how to start a t-shirt business fast no cost or inventory، هنا how to sell on teespring، ده بقى رائع جميل. حقيقة عجبني النهاردة ان احد المتابعين عندنا على الصفحة، طبعا زي ما انتم شايفين قربنا على 8000 مشترك، هنا كان ايوب اظن. شكرا لك يا ايوب ان انت برضو بتنبه وبتذكر الاعضاء في صفحتنا بهذا الكورس، فتحياتي لك يا ايوب. ارجع تاني بسرعة، عندنا هنا بقى اكتر من كورس، واحد اتنين دول مجانا، ده خاص بتي سبرينج، ده جميل. وده ايضا how to start a t-shirt business، ده روعة. الاثنين دول نفس المجال. لو لم يحالفك الحظ في ميرش باي امازون، اتجه الى تي سبرينج، اتجه الى ريد بابل، اتجه الى اتسي. لو عندك مشكله في اتسي خليك دلوقتي في تي سبرينج وريد بابل، فدول كده تو كورسز. انزل تحت شويه هتلاقي كمان هذا الكورس مجاني، هاو تو يوز سوشيال ميديا فور تي سبرينج، يبقى كده كام؟ كده اتنين. وبعد كده تروحوا على الصفحه الثالثه هتلاقوا هنا ده كورس مجاني عن ويكس، ويكس تيتوريال فور بيجنرز، الناس اللي بتحب تعمل مواقع وبشكل مجاني. هو هنا جريج بيعلمك تعمل ده ازاي، وجريج من الناس المتخصصين في موضوع ويكس. انتوا عارفين يعني على اليوتيوب كل واحد كده بيبقى ليه حته كده هو ايه بيشتغل عليها اكتر. مثلا انا، انتوا عارفين ان انا مركز جدا في الاونه الاخيره معاكم على موضوع كندل مثلا، بالرغم ان قناتي بتكلم فيها عن اكتر من شيء، لكن هو هنا مثلا بيركز على ويكس. هنا هتلاقوا تي سبرينج وافيليت ماركتنج، هو هنا مش كاتب ميرش لان هو مش مركز مع ميرش بالدرجه، هو مركز مع تي سبرينج، فده من احسن الناس اللي يتكلموا عن تي سبرينج. برضو قبل ما انسى، انا هنا عندي هذا الكورس مجاني اهو، فري ميرش باي امازون، فخدوا الكورس ده. هذا الكورس مجاني هو عن ميرش باي امازون، لكن حقيقه الكورس الكامل المتكامل عن ميرش هو على منصة يوديمي، ده جزء منه. كورس ميرش انا بديه لكم مجانا كل اول شهر اول 3 ايام، فالشباب يتابعوا معايا لو حابين ياخدوا بقى كورس ميرش بامازون مجانا. اما ده جزء كبير منه لكن مش كله حقيقة، لكن ممكن تبدأوا بيه لحد اول الشهر ان شاء الله. وانا لو نسيت ياريت تذكروني. حابب بس اني بحاجة، لو جينا على هذا الكورس هنا بقى، كورس باللغة الانجليزية عايزه بالعربي اعمل ايه؟ خلوني بس اوطي الصوت هنا هيشتغل. اجي على سي زي ما انتم شايفين كده واضغط هنا اهو، لما ضغط الكلام بدا يطلع بس بالانجليزي، انا عايزه بالعربي. اجي هنا على الجزء الابيض ده، رايت كليك واختار اللغه العربيه، كل حاجه تحولت قدامكم الى اللغه العربيه. برضو الترجمه بتكون ماشين ترانسليشن، ترجمه اليه لكن بتفي بالغرض. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. الدال على الخير كفاعله، فلو سمحتم يا شباب شيروا هذه الاشياء بين اصحابكم، اشتركوا معنا في هذه الصفحه، هتلاقوا زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله كل ما هو جديد الشباب بيساعدوا بعض. على قد ما اقدر برد عليكم. وما بين هؤلاء ال 7800 عضو هناك الكثير والكثير من الناس حقيقه
خبراء في هذا المجال، وأنا أشهد لهم بذلك، في ناس متمكنة في هذا المجال وبيردوا على الأسئلة أيضا. ده اللي أنا حبيت أقوله. أنهي بقى بهذا الجزء برضو، يعني بصوا مش عايز ما أتكلمش عن كندل، لازم أقول حاجة لها علاقة بكندل، وخاصة كندل لنشر الكتب ذات المحتوى القليل. ده السوفت وير اللي أنا كنت كلمتكم عنه، ده مش مجاني، ده بفلوس، أظن حاجة و40 دولار مرة واحدة فقط لا غير. لكن ده سوفت وير بقى بيعمل لك ايه؟ شوفوا هنا مثلا من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها ان انت تنشئ هذه النوعيات من الميز. وانتم عارفين ان كتب المتاهات من الكتب اللي عليها اقبال شديد حقيقة على منصة امازون. اذا عندنا حاجات كتير منها المتاهات، منها مثلا طبعا الجيمز والحاجات دي الموجودة في السوفت وير اللي قبله موجودة، ايضا مثلا الكوميكس اللي هي نوعية الكتب اللي هي الكوميكس دي برضو موجودة. هناك اشياء اخرى بنشوفها لاول مرة، دي مجموعة من الاشياء اللي بنلاقيها في هذا الكورس. تيجي هنا بقى تضغط على اي من هذه الاشكال، او اضغط هنا هتروح على هذه الصفحة، الصفحة الرئيسية للمنتج، وشاهد هذه الفيديوهات وبعدها تقرر بقى انت ممكن تضع هذا السوفت وير في الخطة ولا لا. اتعودوا دايما ما تشتروش من اول مرة، لازم تتابع الشيء مرة واثنين وثلاثة، وتبدأ تبص على الحاجة وتقارن وتتابع، وتبدأ تبص على الفيديوهات، في النهاية تقرر هل هذا الشيء مناسب ليك ولا لا. دي طريقتي انا شخصيا في هذه الاشياء حاليا. اهو ب 47 دولار زي ما قلنا حاليا. والله انا عيني على منتج معين بس غالي شوية، فبتابعه مش بشتري من اول مرة، بتابع نفس الاستراتيجية، وربنا يسهل ان شاء الله. واشوف لو اشتريته بكلمكم عنه، واشوف ايه الفايدة اللي ممكن تكون من خلاله، وانا ان شاء الله اكلمكم عن الفوائد اللي ممكن نحصل عليها. دي الحاجات اللي انت تقدر تعملها. ما تنسوش بقى ايضا حسنوا اللغة الانجليزية، عشان مش عايزين دايما نحس ان اللغة الانجليزية هي العائق امامنا. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. اذا هذه هي النقاط، صفحتنا على الفيسبوك، الكورسات المجانية على يوديمي لي جريج، وازاي اجيب العربي لهذا الكورس، قناته على اليوتيوب اشتركوا فيها، واخيرا كانت هناك كلمة عن هذا السوفت وير اكتيفيتي بوك ماستري. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من